بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. فحرصا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في مكتبة الحرم المكي الشريف، تقوم هذه المكتبة المباركة بأداء ما كلفت به من حرص على تبيين أمور هذا الدين الحنيف، وأعدت برنامجا علميا مكثفا مختصرا مهذبا يتحدث فيه أصحاب الفضيلة علماء الحرمين الشريفين عن أهمية هذه الفريضة، وأسميناه فرض الوقت. وكان هذا المسمى لإثبات أن كل وقت من أوقات السنة له فرض في مدارسته ومعالجة أحكامه. وكان في هذا البرنامج المختصر الحديث عن أحكام الحج ومقاصده الإيمانية واللفتات العقدية فيه، وما يحف هذه الأحكام من حكم ولطائف ونكات علها تكون نافعة للمشاهد وللمصور والمصور. بارك الله فيما نقول وفيما نعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.